السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. كم سنة موجود في تركيا؟ صار لي 7 سنوات. لماذا جئت إلى كونيا؟ بسبب الحرب. بسبب الحرب؟ لماذا في كونيا؟ كونيا بلد جميل، بلد جميل. كونيا أقرباء موجود الحمد لله. فكونيا جميلة وشعبها كريم طيب. يعني حتى وقفوا معنا في مساعدات في شغلنا في عملنا، يعني شعب محترم. أنا عمري 53 سنة، من 85 اشتغلت في صناعة الحلويات، لا تجوزت وأنجبت أولاد وهم اللي توارثوا المهنة مني، تعلموا الصنع يعني مني الحمد لله. فجيل بيقدم إلى جيل. الحلو المشهور عنا والمطلوب أكثر هو المبرومة، بلورية، بقلاوة، فستق، لسان العصفور، يعني كل شيء مختص بالفستق والسمن الحيواني مشهور ومطلوب. يعني شكرا كثيرا فيك وتشرفنا فيكم ومنتشكرك كثير وجودكم معنا، يعني نحن إن الفخر فيكم. اي أيوة والله متشكر الشعب التركي والرئيس سيد رجب طيب أردوغان وللشعب التركي، يعني إن شاء الله كلياتنا أخوة. Suriye'den geldim. 2013 geldim. Arkadaşım bu dükkan açtı. Çünkü Konya'da Suriye tatlısı yok. O sebeple açtı yani.